بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة عندنا هرم اسمه هرم الترقي الزواجي بنستدعيه وإحنا بنيجي في حلقات يوم الحد عشان نتكلم على كيف نطور حياتنا الزوجية صحيح إحنا مش قصدين في كل حلقة أن احنا نتكلم عن مشكلة لكن قصدين أن احنا نرتقي ساعات بنتعامل مع المخاوف الزوجية وساعات بنتعامل مع المشاكل الزوجية من أهم المخاوف اللي بتحصل للأزواج وخاصة في بدايات الزواج وفي السنين الأولى وساعات بتحصل بعد مرحلة معينة تحصل بعد عشر سنين مثلا إن في أزواج وزوجات بيخافوا إن هم لما يتحولوا من الأنا للنحن آه في ناس بتتأخر على فكرة بتتأخر شويتين ثلاثة إن هم يتحولوا من أنا وإنتي الى نحن فبعض الاشياء اللي بتخليهم ما يروحوش من انا وانتي الى ان احنا الاسره بيبقى في حاجات كتيره بتخوفهم من ضمنها اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو ايه انا خايف اتلاشى ما يبقى ليش وجود وتتمحي شخصيتي وتذهب هويتي وابقى انسان ماليش لازمه وما انسان ماليش وجود والتخوف ده بيبقى تخوف اساسي عند الشخصيات المستقله ان الزوج او الزوجه يكونوا شخصيات مستقله يخافوا قوي من ان هم يتلاشوا انتوا سامعيني دلوقتي هتقدروا تحسوا بده وانا عارف ان في صور واحداث بتحصل عند... بتحصل في اذهانكم دلوقتي بتشوفوا فيها ان قد يكون مر علينا ده وهناك ازواج على فكره وزوجات بيحاولوا عشان ما يحصل لهمش هذا التلاشي ان هو يعملوا ايه يستدعوا قوات اجنبيه يستدعوا الاسر من اطراف خارجيه عشان يدخلوهم في الاسره عشان يساعدوهم في ان هم ما ينمحوش علشان اثبت ان انا مستقل وان انا مسيطر فممكن يجيب زو والدته تساعده على السيطره في البيت او تجيب والدها يساعدها على السيطره في البيت فيجي والدها يقول له على فكره بنتي كيت وكيت وكيت وكيت, وكيت والدته تيجي تقول لها ما ينفعش تعامل ابني بالطريقه الفلانيه دي طب ليه عشان كل واحد خايف هو خايف يبقى جوز الست وهي خايفه ان هي تبقى زي قطعه من قطع البيت الخوف ده بيخليهم يعملوا كده وفي الوقت ده بيبدا الزواج اللي هو مبني على الموده والرحمه يتلاشى ويجي مكان الموده والرحمه الصراع واراده الحصول على النفوذ في البيت وعشان كده بنقول للمقبلين على الزواج وبنقول كمان للمتزوجين ان من اكتر الحاجات اللي بتكون مهدده في اول الزواج هي فكره الصراع على القياده ومين المعيار في البيت وبنقول للازواج في حديث الزواج في اول الزواج واحده واحده على نفسكم اربعوا على انفسكم واحده واحده لان ساعات الزوجين الجداد بيكون صوره الوالدين في الاسره المنشا بيحاولوا يكونوا النسخه منها فتبقى نسخه من والدتها وهو يبقى نسخه من والدها من والده فانت داخل على فكره لازم نقول له انت داخل على فكره على الجواز وانت على فكره ما عندكش رخصه انت بتقود سفينه ضخمه اسمها الاسره وانت ما عندكش تاهيل زواجي حقيقي فده طبيعي ان يحصل لك المشكلات دي وان هي تتعالج لكنه خطر جدا 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 ان انت تشوف ان ما فيش مشكله التلاشي بقى الزواج اللي احنا بنتكلم عنه ان كل واحد يحس انه هو بيتلاشى معناه ايه ان كل واحد يحس انه هو بيدوب وبيتماهى وبيحصل له تحليل يتحلل كده. فعشان كده بنقول لهم الزواج ليس فقط في الالتقاء العاطفي والجنسي وان كل واحد فينا يحصل انبساطه في الجواز. لكن احنا لازم نعرف ونقول حاجه مهمه جدا. هو انا لسه هروح اتعلم علشان اتجوز؟ دي عباره بنسمعها كتير قوي قوي قوي. أو أنا هروح أتعلم عشان أتخلص من مخاوفي في الجواز ما أنا متجوز بقالي سبع سنين والجواز شغال يعني ما أضربش في وشي هو الحقيقة أنت الجواز عندك بعافية شوية ولذلك حضرة النبي من أول المسألة قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ولازم كمان نعرف أن الجواز من أكتر الحاجات أن الواحد فيها لازم يتطور ويتغير شوف سيدنا عمر تطور لدرجه انه بقى يقدر زوجته ازاي لما اتعلم في مدرسه حضره النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس صحيح بتتجوز عادي لكن لازم نقول للناس في شيء مسكوت عنه ممكن يؤدي لكوارث وهو الجواب على سؤال مهم جدا كلنا لازم نساله لنفسنا حتى واحنا متجوزين هو احنا مؤهلين كاسره من خلال اسره المنشا وجزوجين ان احنا نتجوز ونقيم اسره او نستمر في الاسره يعني احنا عندنا من المهارات ومن الجدارات ما تجعلنا ناخذ هذه الاسره الى بر الامان انا عارف ان انتوا بتسمعوني دلوقتي لازم كل واحد فينا يسمع قوله تعالى بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره يا ما ينفعش ان انت تقول طب وانا كنت هجيب منين ما ده اللي انا اتعلمت عليه وده سلو بلدنا مفيش كده لازم نعرف ان كمان اللي تربينا عليه اختلف في ثواني احنا الوضع اللي احنا فيه دلوقتي اختلف تماما عن الوضع اللي كان فيه اهالينا اختلف لان الستات والرجاله ادوارهم في الاسره اختلفت فالستات دلوقتي اختلفوا عن زمان وكمان الأهداف الزواجية اختلفت عن زمان يعني ايه اختلفوا عن زمان الأدوار اختلفت وكمان أهداف الناس من الجواز اختلفت احنا بنشوف حد هدفه في الجواز دلوقتي ان يبقى عنده بنت او ابن وخلاص والجواز بعد كده يزول ويذهب من الحاجات اللي اختلفت كمان ان بقى عندنا ظاهرة دلوقتي مفشورة قوي أو قوي صناعة العداوة صناعة العداوة بتحصل لما كل واحد فينا يعتبر ان شريك حياته بيهدده واحده واحده لو انكم بتسمعوا اللي انا بسمعه في جلسات الارشاد الزواجي تحس ان الناس مش بتتكلم عن ازواج ولا بتتكلم عن احبه بيتكلموا عن مين مش بيتكلموا هو مش بيك... هي اكيد ما بيتكلمش على وصيه حضره النبي استوصوا بالنساء خيرا اكيد هو مش ممكن ابدا يكون بيتكلم على المراه دي على ان هي وصيه حضره النبي واكيد هي مش بتتكلم على الرجل اللي الرسول اللي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد فلأمرت المراه ان تسجد لزوجها. اكيد هم مش بيتكلموا عن كده. فتبتدي تتصنع العداوه، تتصنع العداوه ليه؟ عشان كل واحد متصور ان هو بيحمي نفسه، بيحمي نفسه من ايه؟ من الشخص اللي هيستغله ويبتزه ويستهلكه، ليه ده كله؟ هو متصور ان هي عدوته لان هي في الحقيقه هتقصقص ريشه وهتخليه يتسلف من كل الناس. وهو متصور هي هو متصور ان هي هتاثر خليه تسلف من كل الناس وهي وهو وهي متصوره ان هو عايز يخليها اما جاريه لمزاجه بس الكلام ده منتشر فهذه التخوفات بتخلينا نحاول طول الوقت نعمل ايه؟ نحمي نفسنا والامور دي بتأدي بين الزوجين ان ما يبقاش في هدف مشترك وان الزوجه تحاول ان ما تخضعش ما تخضعش يعني ايه ما حدش طلب ان هي تخضع لكن في نفس الوقت ما تبقاش ايه حاسه ان هي في امان وهي اخذت الصوره وهي بتكافح وبتقاتل من اجل ان هي ما يحصلش الصوره القديمه للام والسيده اللي كانت موجوده قبل كده وهو غير مدرك تماما للتغير اللي حصل للستات في وقتنا ده آه أنا بتكلم بكده عشان إحنا مش عايزين مش عايزين نسكت. مش عايزين نسكت فنبص نلاقي الكم المشكلات زي ما هو. آه اتغيرت ومش ومش هنا في إحنا هنا مش في محل تقييم التغير ده كان تغير للأحسن ولا للأسوأ. ولكن إحنا هنا في موطن تأكيد على إن فيه تغير. وعشان كده بين إنه مثلاً على سبيل المثال الستات بقت النسبه الاكبر منهم بيعملن ولذلك هي بتحس بان هي لابد في مقابل عملها ومشاركتها في نفقات البيت ان يبقى عندها كمان اشياء تتعلق بالامتنان ليها فادوارها اختلفت في الاسره فهي بتشتغل فتنفق على البيت وتراعي الاولاد فهي ايه اللي حاصل؟ هو كمان بيطالبها وبيقول لها انت مقصره فهي يحصل لها حالة من حالات الاضطراب فتحاول تدافع عن نفسها. في حالة من حالات التربص بنلاحظها ما بين الزوجين وتنافسية غير بريئة دخلت بيوتنا وتحولت إلى صراع. فبقى الزنب اللي إحنا كنا بنشوفها في, في في الشغل والفخاخ والحاجات المفخخة والحاجات اللي موجودة في في مناطق الرعب والخوف والقلق والتنافس والنفسنة بقى كل الحاجات دي موجودة كمان في البيت احنا بقينا مش ازواج احنا بقينا كده خصوم واحنا محتاجين حد يطلع الخصومة اللي بينا دي انا بقول لكم انا حاسس ان احنا كتير من الازواج هم قاعدين في البيت قاعدين, قاعدين قاعدة الخصوم مش قاعدة الاحبة على فكرة انت ممكن تزعل من حبيبك بس يفضل حبيبك. ولذلك من المبادئ المهمه في حسن العشره ان الاسره ان الاسره زي السفينه. والسفينه على فكره يغرقها اصغر تفكير اخرق. ولذلك بنقول كده اصغر خرق في السفينه بيساوي اوسع قبر. وده زي ما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فلذلك اول تحديين في بدايه الجواز وساعات بيفضلوا لغايه ما يجي حد ويصلح التحديين دول ويجعل الزوجين يستطيعوا ان يتعاملوا ده التحدي الاول هو تحدي من القائد والتحدي الثاني من المعيار طب ليه طب ليه التحديين دول موجودين عشان كل واحد بيخاف أنه يتلاشى فايه اللي حاصل فيقول انا اقود بدل ما تلاشى او انا المعيار بدل ما اذوب فالزوجة بتقول لو عايز تسوق سوق بس ده فخ على فكرة اه صعب طبعا ده فخ هي قصدها سوق اه عايز تسوق سوق بس لما ترجع لي في جزء من العبارة مستخبية لازم تفهمه ومن أوضح الأمثلة اللي تعلمناها الاستشارة في القيادة موقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع ستنا مسلمة في صلح الحديبية بس للأسف في بعض الأقوال في التراث الشعبي بتهددنا وبتدعم أفكار الخصومة وتخلي الناس يزيد خوفهم من التلاشي الزواجي بل بتحط فتيل كده عشان ينفجر تنفجر القنبلة في أي وقت زي مثلا بتقول لك شورة المرة بخراب سنة طب ليه؟ ليه يا حبيبي؟ طيب ده يخالف قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كتير بقى ناس بتفهم وبتتجاهل بتفهم على كيفها وتتجاهل نصوص الشرع الشريف النساء وشقائق الرجال فتنسى كل ده فيبقى الراجل يعتبرها ما عندهاش خبره ومش عارفه حاجه ولا متعلمه فيبقى عايزها خاضعه وما تتكلمش ولا ترفع راسها ولا تقول اي حاجه والامر بيبقى مؤلم اكتر لو انه بيعمل ده كله بيطلب منها ان هي تساهم في البيت ما احنا بنتكلم عن عن, واقعنا ولا احنا بنتكلم عن واقع حد تاني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة لما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبدلك الله خيرا منها فقال ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها قد آمنت بي إذ كذب إذ كفر بي الناس وصدقتني حين كذبني الناس ووستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد النساء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر كل اللي عملته السيدة خديجة قيمة مضافة في حياته ولذلك هو بيقول صدقتني حين كذبني الناس مرة سألت حد عشان يبان قوي فكرة الخوف من التلاشي دي سألت واحد من الرجال وقلت له وكان صادق قوي قلت له انت بتخاف ان مراتك تكون مستقلة اه قال لي في الحقيقه ان مراته تبقى مستقله هو حاجتين حاجه مخيفه وحاجه لطيفه قلت له ايه الحاجه المخيفه قال لي ان انا افقد البطوله ان انا افقد ان انا اكون بطلها وتتولد التنافسيه الحاجه الثانيه ان هي لما تكون مستقله تقدر تلم ورايا الحاجات المكسره في البيت او او المهام اللي انا ما اقدرش اقوم بيها مع اني على فكره العقل بيقول ان الغنم بالغرم لكن في كتير من الناس ما بيقدروش يوصلوا لده طب نعمل ايه بقى عشان نخرج من هذه المتاهه متاهه ايه؟ متاعه ان يتخذ كل واحد منا درعا في البيت عشان ما نتلاشاش إيه؟ اول حاجه لازم نفهم بشكل واضح ان احنا البيوت عندنا لا تبنى فيما في التعامل بينا ما بتتبنيش البيوت على مين صاحب الرقم الاكبر في البيت. وعشان كده ما يبقاش في تنافس ان كل واحد يثبت حقه. لدرجه في بعض الاحيان انا اعرف ناس جنة في جلسات الارشاد الزواجي هي كاتبه كل حاجه عملتها عشان في وقت الحساب تطلع الدفاتر. تطلع الدفاتر عشان ايه؟ لما نيجي نتحاسب نطلع الدفاتر. انا دفعت كذا وانا عملت كذا وانت ما عملتش كذا ليه ده كله عشان ببساطه خالص هي شايفه ان هي خايفه تتلاشى اكتر حاجه بتساعد الناس على ان هي ما يبقاش عندها مساله التلاشي ده ان كل واحد من الزوجين يشعر الاخر بالامان فنصيحتي للزوجه اول حاجه نصيحتي للزوجه بلغي في اعتبار زوجك هو بطلك وامانك انت مش خسرانه حاجه انت بتتصور ان الرجال عشان بيقد... الر... الزوج بيقدم لك نفسه دايما ان هو مترفع عن الكلام وما الكلام وان هو ما عندوش اهتمام بالمشاعر قوي فانت بتصدقي الكلام ده وتصدقي ان هو مش محتاج ان انت تمتني اليه وتشكريه على وجوده في حياتك الحقيقه لا هو محتاج ده وبشده ورجاله كتير بيحبوا الكلام دوت لانهم بيروا ان هو عامل زي نسمة النسمة اللي لهم في وسط الصيف المتاعب والألام والجراح اللي هم بيشوفوها في حياته آه صدقي كده محتاج كلمة حلوة محتاج طبطبة محتاج يتطبطب عليه عشان هو بيحس في لحظة من اللحظات إن هو عامل زي الطفل الصغير اللي بيشيلوه أكتر مما مما يتحمل أقل حاجة هو الامتنان إن نقول له شكرا إن نقول له أنت مهم في حياتنا الحاجة الثانية هي كمان محتاجة الامتنان بس الامتنان بتاعها محتاج ان هي تأكد لها ان مهما حصل وانشغلت ان هي مازالت انثى مازالت امرأة فهي ما تتلاشتش هو خايف ان تتلاشى فيه البطولة وهي خايفة ان يتلاشى فيها الانوثة لو امتنينا لكل واحد وكل واحد ابدا اعجابه وابدى هو يبدي اعجابه ويبدي ان هو نظرته ليها مازالت على ما هي عليه بل هو يشوفها ان هي بيضاف اليها جمال المحبه والحرص وكل دوت بيزيدها جمال مهم كمان ان احنا احنا بنتعامل مع بعض ناكد على ثلاث مفاهيم ان احنا بنعبد الله في بعضنا ان المراه محراب للرجل وان الرجل محراب للمراه لازم ناكد كمان على ان كل واحد فينا نعمه من نعم ربنا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها يبقى هنا في نعمه هي نعمة وانت نعمة الحاجة الثالثة ان احنا مر مهما مر على بيتنا من وجع وضيق وألم البيت دوت هيبقى محفوظ محفوظ ليه عشان شطارتنا لا محفوظ عشان مدد ربنا سبحانه وتعالى فمهما كانت المشكلات احنا منتظرين منتظرين المخرج ومهما كانت المشكلات هنقعد ونكتبها ونشتغل عليها هنقعد ونناقشها على الترابيزه بدون خوف ليه بدون خوف عشان احنا اقوياء عشان احنا ابطال لا عشان احنا عبيد الرب المتعال اللي يف يفرج بكن فاحنا ما عندناش مشكله وما من المشكلات لكن الاهم من كده ان احنا ما ندريش المشكلات عشان كل واحد فينا خايف يظهر بمظهر الضعف والمشكلات تتراكم وبعد كده يتاذي كل واحد فينا اخر حاجه يا ريت كل واحد فينا يتعود دايما ان هو يشوف ان هو احتياجه لشريك حياته مش ضعف احتياجه لشريك حياته ده من قبيل الحب ومن قبيل ان ربنا سبحانه وتعالى خلى الزواج معنى حقيقي في حياته. كل واحد فينا لما يحتاج للتاني ده معنى كده ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يشوف المعنى الحقيقي للزواج. فخلونا نبقى حريصين على المعنى الحقيقي للزواج ونعمل الاجراءات اللي احنا قلنا عليها دي ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا ويبارك لنا في زواجنا ويخلينا دايما في سعادة وفي وفرح يا سادة صفحتنا على الفيسبوك وصفحة برنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة وتفضل جسر بيننا دائما يجعلنا حاضرين في حضرة رب العالمين سبحانه وتعالى وناخد أول سؤال أستاذ محمد يتفضل أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد ازاي يا الشيخ؟ فضل ونعم الحمد لله. أنا سامع حضرتك يا أستاذ محمد. أه كنت بسأل يا فندم في حضرتك هل الحقوق الزوجية بين الزوج وزوجته بتتغير بتغير الوقت؟ وهل لو حصلت مشكلة كبيرة جدا لا قدر الله بين الزوجين يعملوا إيه عشان خاطر الأمور ترجع تصفى تاني بينهم؟ طيب أقول لحضرتك أقول لحضرتك الجواب يا أستاذ محمد. أول حاجة السؤال الأولاني ده فيه سنة فخ كده اللي هو بيقول إيه؟ هل الحقوق الزوجية بتتغير بتغير الزمان؟ هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول لا على فكرة الحقوق الزوجية دي ثابتة بالشرع الشريف وربنا هو اللي مثبتها. طب ما في طريقة تانية. بدل ما نضغط على إن إحنا نستخرج الحقوق من حد هو حاسس إن أنا ما بقومش بواجبي عشان يحصل الحقوق. طب ما نبتدي مشوار تاني وهو ده جواب على السؤال التاني الجواب على السؤال التاني. مهما ما حصل في البيوت ممكن البيوت ترجع تاني. ليه طيب؟ لإن البيوت ليها ليها كأنها ليها حالة من حالات الضمان والتأمين مين اللي ضامنها ومين اللي مأمنها؟ الله وجعل بينكم مودة ورحمة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تعالوا بقى نشوف ازاي كده أنا أقول لحضرتك مؤقتا لو إنك أنت آه أنت بتقول لي نحل ازاي؟ هقول لحضرتك حاجة تعملها وإذا ما جابتش نتيجه في ثلاث اشهر تجيلي على مركز الارشاد الزواجي، اول حاجه ابتدي اعمل حوار مع زوجة حضرتك واتكلموا عن المستقبل والسعاده كل يوم نص ساعه. كل يوم نص ساعه. تاني حاجه ليه طيب؟ لان هذا الكلام يقرب القلوب ويجعل هناك الفه. واليوم اللي ما تتكلموش فيه اقضوه في اليوم التالي يعني اتكلموا ساعه. فلازم تتكلموا نص ساعه تقول لي كتير ما كانت الناس بتشرب شاي العصاري مع بعض كل يوم وانتم قاعدين كل واحد ماسك التليفون انا اسالك سؤال هو الاحب الينا ان احنا نرجع الى الله سبحانه وتعالى ولا نهدر حياتنا على التصفح صفحات السوشيال ميديا طيب يبقى نص ساعه تاني حاجه اخرجوا مع بعض خروجه اسبوعيه اخرجوا مع بعض خروجه اسبوعيه مش لازم تاكلوا دي مش دعوة على العشاء اخرجوا مع بعض خروجه أسبوعية تعملوا فيها إيه؟ تخرجوا تشربوا حاجة وترجعوا تاني سواء هتمشي على رجليكم هتلفوا عربية بس خروجة أسبوعية من غير الأولاد. تالت حاجة وهقف عند هنا لأن في أربع خطوات تانية. تالت حاجة أرجوك امتن ليها يعني مثلا هي لو هي سمعاني دلوقتي وانت قمت بالمبادرة دي هي تمتني ليك ان انت بدرت وسألت عشان تعجل بالمصالحه بي بينكم وإصلاح ذات البين فهي تمتن لك وتقول لك أنا على فكره ممتنه وشاكره لحضرتك وشاكره وشاكره ليك إن إنت حاولت تسعى في الصلح وتسعى بإن احنا تسأل عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا وييسر لنا أمورنا. فعلى الأقل لازم نمتن لبعض خمس مرات في اليوم. هي تمتن ليك بس تمتن على أشياء فعليه بتقع في حياتكم مش أشياء من الخيال. انت عملت حاجه كويسه هي تمتن لك هي عملت حاجه كويسه تمتن لها مهما كان الحاجه دي صغيره لو عملنا كده انا اظن ان ده هيعمل فرجه وساعتها نبتدي نعمل ده واذا ده ما جابش نتيجه في خلال ثلاث اشهر انا منتظر حضراتكم في مركز الارشاد الزواجي اذا يا ساده احنا ممكن لان البيوت دي ممدوده من بمدد ربنا ما فيش حاجه تستعصى على مولانا سبحانه وتعالى ولا في أي مشكلة ممكن نعيش فيها إلى الأبد لأننا عبيد لمن يملك كل أحوالنا وكل مشاكلنا فيا رب اجعلنا دايما في رضاك ما زلنا معاكم ومع أسئلتكم المباركة نتلقاها ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعانا اسئلتكم المباركه ومعانا الاستاذ رامي، استاذ رامي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ مولانا واستاذنا ومثلنا الاعلى. الله يرضى عنك ويزيدك نور أه. وبركه. اخبار حضرتك ايه؟ فضل ونعمه الحمد لله. رامي عبود محافظه البحيره وقائد نادي الرياض البحري منطقه الاسكندريه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا ربنا يبارك فيك، تفضل يا استاذ رامي. ربنا يصلح حالك يا رب، كنت عايز اسال حضرتك بس عن الكفر بالدين. الكفر بالدين؟ اه. يعني حد 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 عندك اعلن ان هو كافر بالدين؟ يعني دلوقتي حصلت عندنا مشكله والحد ده في واحده ست وكده خليته لطم على وشه، فهي بتقول لما كل ما ينفع يتكلم كده تقول له ربنا اللي الناس بتصلي وتصوم عليه، فقال لها ما تخلينيش اسيب بالدين لربنا. هو ما سابش بس يعني بالنسبه للسؤال ده. طيب هو كل دي قله ادب بس نبتدي بس ان دي كلها قله ادب وكبائر والشخص لو قاصد لو لو هذه قله الادب دي هو قاصد بس ان هو يعبر عن قله ادبه فهو صاحب كبيره يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولا يقول الشهادتين ولا يغتسل ولا اي حاجه وبلاش نتعامل مع ده على اني نوع من انواع الكفر هو يتوب الى الله سبحانه وتعالى ولو كان بيمارس ده وبعيد اهو ويمارس ده على انه نوع من انواع قله الادب يتوب الى الله سبحانه وتعالى ويحاول بقدر الامكان أنه يشوف حل لهذه آه الخلق لهذا الخلق السيء اي حد بيتجرا ويوصل لهذا المستوى الدنيء من الاخلاق لازم يشوف, لازم يشوف له حل لازم يشوف له حل يعالج حد يعالج له ويعمل له تعديل سلوكي هذا سوء أدب لا يسكت عليه لكن ما حدش عشان هو سوء أدب يروح موصله لإيه لمسألة الكفر هو ده سوء أدب لا يسكت عليه ده محتاج تعديل سلوكي على طول مش أنت لما تنفعل عايز تحضرك توصل الإنفعال إلى قمته فتصل إلى هذه إلى هذه السخافة والسماجة لأ ما ينفعش سواء بقى في لطمك على وشك سواء بقى في زعمك ان انت عشان توصل ان الناس ان انت في قمة غضبك ان انت توصل في زعمك ان انت هتتعدى على الله حشاه تعالى عن ذلك علوا كبير فانت ببساطة خالص تتوب الى الله وهذا بالنسبة لك ليس بكف حضرتك تتفضل مشكورا تروح لحد يعمل لك تعديل سلوكي وما تتماداش في ده وكل اللي حواليه يحاولوا بقدر الامكان يقولوا له هذا الكلام مرفوض واحنا لا نقبله ولا يقبلوا الابتزاز ولا التهديد منه ان الكلام دوت نوع من انواع تهديدهم وابتزازهم العاطفي ان اسكتوا والا عامل كده، لا ده سوء خلق وهذا من نوع سوء الخلق الذي لا يستجاب له يعني الناس ما تتعاملش معاه كده بايه؟ ببساطه لا تتعامل معاه بحسم وارجو ان يكون الكلام واضح يا استاذ رامي معانا الاستاذ يوسف استاذ يوسف اهلا يا فندم اهلا وسهلا بحضرتك اتفضل يا استاذ يوسف شيخنا <applause> عامل ايه انا بحبك جدا والله نعم والله الله يكرمك يا سيد يوسف انا يوسف من القاهره عندي 18 سنه قمر ربنا يبارك فيك اتفضل ربنا يخليك يا شيخ انا كنت يعني مش عايز اسالك سؤال طيب انا عايزك تدي نصيحه لحد قولي طيب حد ده بتحبه ولا ايه قولي لا هو يعني مش حد معين هو طيب الناس قولي. الناس كلها قولي يا سيدي حضرتك يعني اصل انا يعني مش عارف اقول لك ايه يعني بس يعني يعني سلوك الناس بقى ما فيش اه على الاخلاق يعني بالذات البنات واهليهم عارفين أنا يعني عشان شغلت في حاجة سياحية بس أنا عندي مصريين مش مش أجانب طيب خلينا 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 أكلم الناس يا سيد يوسف بصوا يا جماعة عايز أقول لكم حاجة إحنا عندنا شوية لخبطة كده الأرزاق أرزاق في مفهوم كده إن ممكن الواحد بتخليه عن بعض قيمه وبعض أخلاقه ممكن يوسع رزقه طب الناس شافت كده ليه؟ قالت لنفسها كلام هي اللي قالته لها النفس الاماره بالسوء اللي هو كلام ايه كل ما الواحد يتخلى شويه عن قيمه ويتخلى شويه يتخلى شويه عن اخلاقه ممكن ربنا يفتح عليه ويتجوز بسرعه مثلا او ده يخلي الناس تتعلق بيه مثلا لان هم شافوا ان الناس اللي بيعملوا ما ايه ولا بيلبسوا ما ايه ولا بيتعاملوا بالطريقه الفلانيه دي الناس بتميل اليهم اكتر اه على فكره الناس مش مش بدمين اليهم الناس بتستهلكهم اكتر الناس بتلعب بيهم اكتر الناس بتستعملهم اكتر تستعملهم كحاجات تعمل لهم متعه لكن اكيد هم في قلوبهم مش ممكن يحسوا بالراحه مع هذا فيا ساده خلونا خلي بالنا من اخلاقنا اخلاقنا دي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد بي 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 بيلوم اخوه في الحياء. فقال له دعوه فان الحياء لا ياتي الا بخير. حياء الستر كمان. الستر دي نعمه. وعندنا قالوا لنا من زمان لا ترد النعمه على المنعم فايه اللي يحصل؟ فتجعل حياتك مظلمه. لان احنا بنشوف حياتنا بالنعم. فلما واحد يسيب نعمه ربنا مش يقدر يشوف حياته ويحس ان هو حياته كلها قلت فيها البركة كمان خلونا نأكد بس على حاجة مهمة قوي ان الصيد مش هو اللي بيجيب السمك ربنا اللي كتب لكل واحد رزقه فنبلاش نتحول كلنا لصيادين لان احنا لو تحولنا الى صيادين اكيد فينا ناس كتير هتتأذي والظلم ظلمات يوم القيامة خلوا بالكم من اخلاقكم لأن إحنا مش حمل أبدا 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 الوجع المجتمعي قبل الحساب الأخروي مجتمع مش مستحمل التعلق كتير في الحياة وجع ناس كتيرة وألم ناس كتيرة بالله عليكم بلاش لعب لأن اللعب بقلوب الناس وبأخلاق الناس والعياذ بالله من أسوأ أنواع الظلم معنا أستاذ أم مسعد ايوه السلام عليكم اتفضلي حضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته هو انا كنت عايزه اسال حضرتك في حاجه اتفضلي هو انا جوزي انا عندي جوزي اللي هو ما بيحبش حد يمشي عليه كلمه او يفرض عليه رأي طيب ففي دايما ناس بيقولوا هنا انا عارفه يعني سمعت من عندي من البيت ان الناس ديت مش كويسه طيب بيحبوا الواحد عشان مصلحته طيب اجي اكلمه واقول له يعني طب انت ماشي مع ده ليه؟ ده مش عايز خير، ده ما بيحبلكش الخير، الاقي شتيمه واهانه ومش مش عاجبك خدي بعضك وانت سن كام؟ سن كام؟ سنك كام يا استاذ ام مسعد ده لحد اخره من امبارح بكلمه راح قاعد قدام والده مش عاجبك العيشه اتكل على الله. سؤال انتوا سنكم كام؟ انتوا الاثنين سنكم كام؟ ايه؟ انتوا الاثنين سنكم كام يا ام مسعد؟ هو انا عندي عشرين وهو عنده 33 سنه طيب عندكم اولاد مش كده اه طب ممكن تفكري بطريقه تانية هو بيحب الكلام بيها وبلاش طريقه ان انت تقولي له انت بتعرف فلان ليه وما بتعرفش فلان ليه ممكن تفكري م. مثلا ان انت تقولي له ان انا بفكر اتعرف على فلانه فانت ايه رايك فيها فهيقول شويه حاجات وفلانة دي تكون شبه الفلانات اللي هم اللي هو بيعرفهم دول فيجي يقولك لا فلانه ما تنفعش تعرفيها احسن ما اعرفش ايه وسمعتها ما اعرفش ايه وقولي له طيب هيقول لك ان انت قصدك ان اتكلم عن هيبتدي هو يراجع نفسه يا بنتي يعني استخدمي طريقه غير مباشره لان الطريقه المباشره بتحسسه ان انت بتفرضي وصاية عليه هو في الحقيقة هو مش عايز يحس ان هو صغير مش معنى كده ان هو اللي بيعمله صح لكن انا بقولك اسلوب العرض بتاع حضرتك محتاج يتغير سنتين تلاتة لو عملت كده ان شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يكتب الخير لان مش معقولة يعني نبقى واقفين بالمرصاد لزوجنا قاعدين انت حدا بتقول ايه أنا سمعت وأنا قالوا لي والناس دول ما بيعرفوش حد غير لمصالحهم كلام كده كله إن أنتِ مش قابلة الناس دي لأن كله جاي في المستقبل وكله كلام ناس طب افرضي الناس دي طيبة والناس دول كان عندهم موقف سلبي منهم طب عشان إيه بقى؟ أنتِ اتفقي معاه على المعيار والمبدأ من غير ما تبيني إن أنتِ بتنتقديه وبتحاول تصغريه ان هو عقله مش ناضج بالقدر الكافي عشان يختار اصدقائه لو عملت كده ان شاء الله يكون في حل ودوت يدخلك في قوله تعالى وقولوا للناس حسنا فنقول لهم كلام حلو نستخدم الاسلوب الاحسن ادفع بالتي هي احسن فده يخليكي بتعملي ما امرنا الله سبحانه وتعالى به ويكون عندك مدد ربنا ان شاء الله في تيسير حياتك استاذه حنان من اسكندريه تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه انا والله بعيد عن حضرتك عن يعني انا بعيد عن يعني كلام الحلقه عموما انا محتاجه ان انا استشير حضرتك في حاجه اتفضلي انا دلوقتي مفصل جوزي وقاعده ابويا هي في شقه ايجار قديم يعني وليا اخ اكبر مني هو منفصل عن مراته يعني وقاعد انت منفصله يعني متطلقه ولا منفصله يعني لا منفصله يعني متطلقه طيب اتفضلي وانا قاعده في في, في شقه ابويا وامي وابويا متوفيين يعني طيب. انا بصرف على نفسي ومتكفله بنفسي الحمد لله بس انا ليا اخويا الكبير انا مخصماه بقالي سنتين طيب. سمعت يعني مقوله حرام ان أنا يعني من ايات النفاق ان الفجر في الخصومه وانا كل ما بتكلم مع بحاول ان انا اتكلم معاه بيتكبر عليا وبيعملني باسلوب وحش وأنا وأنا مش عايزه اكون بغضب ربنا في ان انا اطول في الخصومه ولما بحاول ان انا اتكلم معاه بيتطاول عليا و... اعزكم الله وبيسب الدين وبيشتمني بالاب والام لاتفه 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 طيب يا استاذه حنان سؤال حضرتك فين؟ لا انا انا يعني انا لو انا يعني انا مش نفسي مش قابله ان انا اكلمه فهل يا ترى انا كده عليا يعني اسم او يعني ربنا يبقى زعلان مني يعني اجاوبك اجاوبك عجو واخد من من اخر سؤال انت بتساليني هل ربنا يكون زعلان مني اذا انت عايزه ان حياتك وافعالك وخاصه اخلاقك تكون موصله ليكي لمحبه ربنا بصي يا ستي محاسن الاخلاق ما بتكونش غير مع مساوئ الاخلاق هو لو بيعمل معاكي مساوئ الاخلاق فمحاسن الاخلاق هو دوت وقتها فأنا شايف إن أنت تعملي القدر اللي بيه تحافظي على صلة الرحم وفي نفس الوقت لا تتضرري بيه تضررا بالغا يعني تتصلي بيه في المناسبات وما تقطعيش وتحاولي بقدر الإمكان إن أنت تودي أولاده وبحاولي كمان تودي مراته وبكده ممكن ينصلح الحال وإن شاء الله ربنا يصلح ما بينكم ويجعلكم إن شاء الله في رحمته وفي خيره وفي مدته وفي إن شاء الله ومودته سبحانه وتعالى يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا عن حاجة بتحصل في البيوت كثيرة والناس ما بتكونش واخدة بالها منها إن كل واحد فينا لابس درع وخايف إن هو يتلاشى فقلنا إن إحنا كل واحد فينا بشكل واضح يجلس مع شريك حياته ويكلمه ويحاول بقدر الإمكان إن هو يزيل كل المساوئ اللي ممكن تكون في ذهنه عنه ويحاول بقدر الامكان ان هو يتعامل معاه بمفهوم ان هو بيعبد ربنا فيه وان جوازهم ده نعمه وان البيت مازال مدد من من ربنا سبحانه وتعالى مليان مدد من ربنا سبحانه وتعالى واي مشكله ايا كانت بمدد ربنا هيكون ليها مخرج وهيكون كمان فيها حل يا رب اجعل بيوتنا دائما في حصنك وممدوده بمددك ودائما بيوتنا تجعلنا حاضرين في حضرتك يا جميل يا ودود يا رب العالمين